تعالوا نروح نشوف دلوقتي مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية حلقتنا، استنونا. ودلوقتي جه معادنا مع فقرة السوشيال لاب، ولسه مستمرين في سلسلة أبطال غزة، ونجم السوشيال لاب النهاردة هو المراسل وائل الضحضوح، واللي أصبح رمز للصبر والتحمل. وائل بنشوفه دايماً واقف في كل مكان من بداية الأحداث بكاميرته وميكروفونه، اللي طبعاً ما سابهمش لحظة من إيده، ونقل كل الجرائم والانتهاكات اللي عملها العدو الإسرائيلي في غزة. وائل أصيب من أيام وتم استهدافه أثناء عمله. وائل الضحضوح خطف قلوب العالم كله بصبره لما تلقى خبر فقدانه لأسرته، وبكى في وداعهم بكلمات قليلة واللي تصدرت السوشيال ميديا ولخصت مأساة الشعب الفلسطيني. بينتقموا منا في الولاد، معلش معلش. وبعد 24 ساعة كمل دوره ورجع لشغله بمنتهى القوة والثبات عشان ينقل صوت أهالي غزة. ما بيقدروا عرجال ما بنتكموا من الولاد، والله ما نترك دارنا احنا اهل البلاد. ما بيقدروا عرجال ما بنتكموا من الولاد، والله ما نترك دارنا احنا اهل البلاد. معلش كله في فلسطين. وائل الضحضوح من المراسلين اللي سخر الأكاونت بتاعه لنقل معاناة الشعب الفلسطيني حتى من قبل 7 أكتوبر. القوة والصلابة ورباقة الجيش والشجاعة كلها نستمدها من الله سبحانه وتعالى أولا، ومن ثم انتقاما لما يجب. أسرتي جزء من الأسر التي استهدفت وبالتالي استشهدت، ورأينا هذا الوجع، لكن نحن في نهاية المطاف نستمد هذه كما قلنا من الله، وأيضا من شعورنا بأن يجب أن نكون أوفياء لدماء زوجتي وابني وبنتي وحفيدي وأقاربي. لحظة وفاء لكل هؤلاء الذين يسقطون يوميا بالمئات في قطاع غزة. لقينا متابعينه على الإنستغرام 3 مليون وهو بيتابع 199 أكاونت، ونشر لحد دلوقتي حوالي 381 صورة وفيديو. نشر أكتر من 30 بوست للأحداث الأخيرة، ومن أكتر الفيديوز اللي حققت فيوز كتير فيديو رجوعه لشغله بعد وفاة أسرته وحقق 30 مليون فيو. السلام عليكم. أولاً شكراً على كل رسائل التضامن والاتصالات والسؤال عنا والتضامن معنا والدعوات لنا. بالتأكيد هذا شيء كان مهماً بالنسبة لنا، لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعاً رغم كل شيء، فالساحة والمحاور ما زالت تشتعل كما ترون بالغارات وبالقصف المدفعي والتطورات متلاحقة، فرأيت أن من واجبي رغم الوجع ورغم الجرح النازف أن أعود سريعاً وألتقيكم من خلال عدسة الكاميرا عبر مواقع التواصل. يعطيكم العافية وأسألكم الدعاء دائماً. السلام عليكم. ومن أكتر البوستس اللي تفاعلوا معها المتابعين رفاقه لزوجته أمنة واللي استشهدت في مخيم النصيرات طبعاً وسط غزة يوم 25 أكتوبر اللي فات، وكتب: يا وطن أنا عشت فيه واستندت إليه وتنسمت روحي هواه، أنت وطني. وبكده تكون خلصت فقرة السوشيال لاب.